بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر كل أحبابي صلى على سيدنا النبي دي بالتاريخ والتاريخ بيقولها. أشكركم جميعا أشكركم جميعا يعني بحبوك وانت بالجامل وتعيش بالجامل حبيبي. عيش يا باشا عيش بالجامل كل اللي جالك جالك محبة بسيدنا النبي يا صاحب الواجب. أسأل الله صلى على الحبيب. آمين. بارك الله لهم وبارك عليهم. لا ده احنا عايزين جمع بينهم. أشكركم جميعا كل خطواتكم على راسي يا الله. أشكركم جميعا أهل القرآن جميعا من راسي. أشكركم القرآن الكريم الله يطوقتون بجميل كبير وربنا قدرني ان انا ارد لكم هذا كلكم على راسي في الافراح والمسرح. اسبوع الفرح يا سيد الله يبارك الله يبارك لك يبارك في احبابك. وجودكم في ريحي والله نار او جواري حسستوني بالفرح حسستوني بالامان وهم دول اهل القران يعني دائما دائما يكونوا بجانب بعض في كل الاحوال حتى لو واحد تعبان بنكون كلنا ايد واحده ويعني كل اللي جه على راسي كل المجاش اتصل طبعا بنقدر ظروفه عشان المشوار وكل احبابنا واخواننا وعلى راسنا من فوق. شكر الله لكم جميعا جملوكم جميعا في المسرات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.